يسعد مساك يا نهى، واكيد مساء الحركه. وزي ما ذكرتي انت دائما في الحركه بركه، ودائما احب اتواجد انا في مواقع يغذيها الشباب بفكرهم. طبعا احنا عارفين رياضه التسلق وكيف هي تخلي الانسان يصر على تحقيق الاهداف، وايضا تجمع ما بين القوه الجسديه وايضا طريقه التفكير للوصول الى الهدف. طبعا الاجمل والاكمل من هذا كله شبابنا. شبابنا اذا سافروا في رحلات عمل او رحلات دراسه يبحثوا عن شغفهم، يبحثوا عن موهبه او مهاره يتعلموها ويجون يبدعون عندنا. طبعا فيصل الدوسري هو مؤسس هذا الفريق. يسعد صباحك، يسعد مساك عفوا. اهلا وسهلا، صباح الخير. حياك الله سندس. حياك الله، وشكرا قناة السعودية الأولى على التغطية الجميلة جدا. حياك الله. بداية خلينا نتكلم انه فكرة محاكاة التسلق هذه وايش الأركان الموجودة فيها؟ طبعا فكرة المشروع نفسها ان نفتتح اول مركز تسلق مختص في المملكة العربية السعودية. فكرتها جت من شغف، كلنا شغوفين بالرياضة هذه، فعلشان كذا قررنا أن نفتح المركز نفسه في الدمام. جميل. طب لو تكلمنا أكثر، أنا قاعدة أشوف ما شاء الله مساحات وقاعدة أشوف مواقع متعددة، فخلنا نتكلم باختصار للمشاهدين لأني أنا كمان ودي أخذ المدربين اللي معي. تمام، من ناحية المركز نفسه عندنا اللي هو رياضة البولدرينج جدارين، ورياضة اللي هو التاور التاب روب نفسه جدار واحد. فكرة المشروع نفسه أن تهيئ المكان نفسه وتهيئ مكان آمن على أساس أن المتسلق يجي يمارسها. طبعا لما تجين تسأليني إيش هي الأعمار اللي يمارسون الرياضة هذه، كل الأعمار من عمر 5 سنين لين عمر 60-70 سنة. فالحلو في الموضوع نفسه أن تتيح الفرصة أن الناس تيجي وتمارس الرياضة في مكان آمن، وفي نفس الوقت ان تتواصل مع ناس ثانيين شغوفين بنفس الرياضه. في شيء مره عجبني انكم انتم قاعدين تغيروا الرسمات في طريقه التسلق، كلمني عن هذا الموضوع. طبعا من ناحيه اللي هو التسلق نفسه هي مسارات يتخذها الشخص، كل مسار اصعب من الثاني او اسهل من الثاني، فعلى اساس ان نجدد المكان نفسه تقريبا بدوريه اسبوع كل اسبوعين يجون الشباب نفسهم ويغيرون المسارات نفسها على اساس انه يحمسون نفسهم اكثر انه يتخطون المرحله اللي هم فيها. جميل، الله يعطيك العافيه. خليني اخذ تهاني، يعطيك العافيه، لانه ما شاء الله في كثير دور سواء للمدربين او للسيدات هنا. طبعا تهاني مدربه محترفه وحاصله على شهاده دوليه ايضا في موضوع التسلق. يسعد مساكي تهاني، وخلينا نعرف دور المراه وكيف تشوفي اقبال السيدات في هذه الرياضه. يا اهلا وسهلا. والله اقبال السيدات في هذه الرياضه يعني ما شاء الله بدا يزداد. يعني بدت هذه الرياضة بعدد يعني قليل يعني من النساء، إلى أن بدأ هذا المجتمع يكبر ويتطور، وما شاء الله في سيدات كثير أخذوا على يعني شهادة تدريب، ففي يعني أيضا أكثر من مدربة سعودية في هذا المجال. طيب بسألك، وش يعني لك التسلق تحديدا؟ كيف نفسيتك قبل التسلق وبعده كونك امرأة يعني؟ التسلق الأمانة رياضة جميلة، غير أنها يعني فيها حركة جسدية أيضا فيها تفكير. يعني قبل ما تتسلق يحتاج كأنه لغز المسار، ويحتاج أنت تحللي وتفكي هذا اللغز لين توصل لنهاية المسار. فالتسلق فيها يعني مو بس حركة جسدية أيضا ذهنية، فتساعد كثير يعني في يعني روتين الحياة، في طبيعة حياتك إذا كانت حياتك مثلا عمل مكتبي أو أنت دائما يعني ما فيها حركة، الرياضة هذه تساعدك أن أنت تتحركي أكثر، وبنفس الوقت يعني تفكري بطريقة مختلفة يعني أثناء ممارسة هذه الرياضة. كل التوفيق لك، يعطيك ألف عافية، ونبارك لك برضو حصولك على جائزة قبل كم. اي تأهلت لدورة الألعاب السعودية بإذن الله المقامة في شهر نوفمبر بإذن الله، أن الكل يحقق أداء جيد. يعطيكي ألف عافية. إذا مشاهدين أكيد مستمرين، خلينا المصور بس لو ياخذ لقطات، إحنا قاعدين نشوف كيف المدرب قاعد يوجههم، المدرب فارس قاعد يوجههم كيف طريقة التسلق. أول شيء يسعد مساك معانا. حياك الله، أهلا وسهلا. فارس، خلني أسألك، أنه تدريب الأبطال هذول اللي فعلا إن شاء الله نشوفهم يحققوا العالمية في موضوع التسلق، كلمني عن هذا التدريب، الأدوات اللي لابسينها. شوف، إحنا عندنا برامج تدريب هنا للناس اللي ما يعرفون يسوون بلاي، اللي ما يعرفون كيف طريقة التسلق بالحبل، نستعمل الأدوات هذه في التسلق اللي بدون الحبال ما نحتاج إلا الشوز اللي هي وأنتم الكرامة حذاء التسلق. في التسلق على الحبل نحتاج أكثر من شيء، نحتاج الهارنس ونحتاج البلاي ديفايس اللي تشوفون الشباب يستعملونه. عشان هذا ايش فائدته بالضبط؟ الحين كل متسلق معه شريك دائما. حلو. الشريك راح يستعمل هذا الجهاز عشان يربط فيه الحبل، يصير لما يطيح المتسلق يطيح على هذا، يحافظ على امان. والجهاز هذا اوتوماتيك، ما يحتاج انه يسوي شيء. يعني يعتبر هذا يربط بينه وبين الشريك، وبالاضافه انه هو سيفتي. بالضبط. جميل. بالضبط. طيب وش بعد عندنا من اجهزه بعد تكون؟ حبل التسلق هذه اهم شيء. هذه باختصار كل الادوات اللي ممكن يحتاجها المتسلق عشان يتعلم الرياضه هذه. نتكلم اكثر عن ارتفاع التسلق هنا، وبالنسبه لهذه اي مرحله؟ هل يعني ممكن يكون واحد جديد يعني يغامر ويجرب هذه؟
أكيد هي رياضة التسلق عبارة عن مستويات، المستويات هذه تصلح في المسافات العالية والمسافات القصيرة، فدائما اللي جدد يستعملوا المسارات القصيرة بعدين مع الوقت يزيدون مستواهم مع الوقت. الجدار هذا ارتفاعه تقريبا 8 إلى 9 أمتار، اللي بدون حبل هنا يتسلقونه إلى 5 أمتار تقريبا 5.5. لو تكلمنا أكثر عن أنه ما قبل التسلق، هل في رياضة معينة لازم يمارسوها أو مشي أو تحمية؟ التحمية طبعا ضرورية، لازم الإطالة وما إطالة وكذا، لكن كتعلم التسلق أحسن شيء للتسلق أنه يبدأ يتسلق، أحسن تدريب للتسلق هو التسلق. كيف تقييمك للشباب من اليوم؟ هل راح يطلع مدربين شرواكة؟ إن شاء الله إذا هم راغبين بالتمرين بس بالتدريب يعني، لكن إن شاء الله نشوفهم ينافسون السنوات الجاية. رسالتك للشباب الأبطال؟ فلهم التوفيق إن شاء الله، البطولة قربت. الله يسعدك فارس العمر ما قصرت. خلني بعد أروح لعبد الرحمن، يسعد مساك. حياك الله، كيف حالك؟ أنا في البداية بس معلش، في البداية أنا قاعدة أشوفك مستمتع وأنت تناظرهم ما شاء الله هم يتسلقوا، فخلني أرصد مشاعرك كمدرب وأنت تشوف إنجاز شبابنا اليوم. شو صراحة يعني هذه من أهم الحماسات اللي شفتها أنا شخصية، إنه لما تدربي ناس كانوا جديدين في الرياضة أول حاجة، بعدين فجأة نلاقيهم ما شاء الله أبطال في السعودية، ولا حتى نقول ممارسين بشغف وممارسين للرياضة، هذا شيء يخلي الواحد صراحة يفخر باللي يسويه ويستمر فيه إن شاء الله يا ربي. لو أتكلم عن الدور المجتمعي، أنا سمعت إنه أنتوا عندكم رياضي ورسالة مجتمعية، صح. أنا من وجهة نظري كصحفية وإعلامية حقول لك إنه كيف تشوف إقبال المجتمع، صح. لكن حسيت إنه عندكم فكرة أعمق، خلينا نتكلم عنها. صحيح، شوف هو عامة الرياضة بصورة عامة مو التسلق، الرياضة هي اللي تبني مجتمعات، والمجتمع يدور حول كل رياضة معينة، فالتسلق من أهم الحاجات فيه اللي تبنيه اللي هو المجتمع نفسه. فالحمد لله يعني في السعودية بدأت بناء المجتمع خلال اللي هو الجبال برا، بناء اللي هو التسلق خارجي، وتم بناء المجتمع على تدريب الناس عليه، دخولهم في الرياضة وزي كذا. بس من أهم الحاجات اللي صارت ومهمة للمجتمع اللي هي المراكز الرياضية في المدن الرئيسية، يعني زي هذا المركز في الدمام يكون هو هب ولا تجمع للمجتمع للتسلق. فمثلا أنا أتسلق مثلا في الغربية أو في الجنوبية أو في الشمالية، بعد ما خلص أبغى أتدرب فين أروح في المراكز هذه، فهذا يعتبر تجمع لجميع المتسلقين، فيعطيهم يعني يبنوا علاقتهم كأصحاب كمتدربين كإيفن حتى كأداء رياضي، لأنه إيش نمارس الرياضة مع بعض ونطور مهاراتنا مع بعض، وهذا يبني عليه إن شاء الله إنه إيش يطلع من بيننا إن شاء الله أبطال في المملكة يقدروا يوصلوا مراحل عالمية إن شاء الله. إنهم راحوا يرتاحوا هم بعد ما تسلقوا، بس إحنا ما شبعنا منه، ودنا إنهم يكملوا معنا، يا ريت يرجع أو يروحوا. أوكي طب المصور يأخذ عليهم لقطات بس، لأنه خلينا نعيش تفاصيل الأجواء هنا. خلني أسألك إنه الأطفال يعني في أعمار الأطفال اللي الحين قاعدين يمارسوا هذه الرياضة وكيف أهاليهم يشجعونهم؟ الأطفال عامة يعني من الحاجات الحلوة في التسلق إنه ما في حد للعمر، يعني يقبلوا التسلق تقريبا من 6 سنوات وأكثر، طبعا كل مركز على حسب اللي يقبلوه، بس عامة التسلق ما له عمر. فطبعا في البداية في نظرة عامة إنه التسلق خطير، فهذا الشيء يخلي يوقف الأهل أحيانا إنه لا ما نبغى وزكية، بس من أول ما يجوا المراكز هذه الحلوة اللي في المدينة حقتهم تعطيهم النظرة عن الرياضة إنها ما هي خطيرة، آمنة جدا زي ما تشايفين، يعني فيها وسائل السلامة، فيها كل فيها الموظفين اللي والمدربين المعتمدين اللي يقدروا يحافظوا على إيش إنه كل شيء بمعايير عالمية وبطريقة صحيحة. فالحمد لله شفنا كثير، يعني سواء اللي هي أنا شخصيا في الجبال أو هنا في المراكز الرياضية، إنه أباء كثير وأهالي وأمهات كمان يجيبوا أولادهم عشان يدربوا الرياضة هذه، وشفنا كمان ناس بدأوا في الرياضة نفسها كنسميهم ناشئين إحنا، ودخلوا في الرياضة وشاركوا مسابقات وزي كذا. توفيق لكم، يعطيكم ألف عافية، خليكم عاد تكملوا تدريبكم. بكذا انتهت تغطيتي، وخليني أرجع زميلتي نوها. بس قبل اللي أرجع نوها، كأنك أيام الطائف جربتي الهايكينج، فلما سألتهم قلت لهم إيش الفرق بين التسلق والهايكينج، قالوا لي الهايكينج هو عبارة عن مشي لكن هنا الجهد أكثر والمغامرة أكبر. فهل حسيت أنك تذكرتي هذيك الأيام يوم تغطيتي هذه؟ الله يسامحك يا سندس، أنا ما كملت نص الطريق. ليش تذكريني؟ الله يسعدك، الله يعطيك العافية. أنا كنت مستأنسة أقول ما سوت نفس الرياضة، قالوا لي لا هايكينج شيء ثاني. حتى في تقرير وعرضناه ما كملت نص الطريق، رجعت ما عاد قدرت. الله يعطيك العافية زميلتنا سندس محمد على هالنقل